السلام عليكم، مرحبا بكم في الدروس اللغة التركية. أنا أخوكم التركي أنس. نحن نستمر دروسنا اللغة التركية. اليوم نحن سنتعلم الأحرف الصوتية والتوافق الصوتي الكبير والتوافق الصوتي الصغير. كل هذا التوافق متعلق بالأحرف الصوتية، لأجل ذلك هذا أهم شيء في هذه المواضيع. يعني الأحرف الصوتية عليكم أن تنتبهوا أكثر. الأحرف الصوتية، نعم، نحن نبدأ بالأحرف الصوتية. أولا نرى هناك 8 أحرف. 8 أحرف، كما تعرفون أن في التركي يوجد 29 حرف. 8 منها الأحرف الصوتية. نحن نقسم الأحرف الصوتية إلى قسمين، 4 منها الأحرف الصوتية السميكة أو الأحرف الصوتية الثقيلة، و4 منها الأحرف الصوتية الرقيقة أو الخفيفة. نعم، يمكن أن نتلفظ الآن هذه الأحرف: آ، أ، أو، أو. نتكرر أيضا: آ، أ، أو، أو. الآن نستمر من الأحرف الصوتية الرقيقة: ا، اي، ا، 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 اي، ا، ا. نعم، نستمر. الآن نرى هنا تصنيف الأحرف الصوتية. نرى هنا جدول. هذا الجدول مهم جدا لنا. انتبهوا، يوجد هناك بعض الكلمات، مثلا دوس معناه مستقيم، يوارلك معناه مستدير، جنش واسع، دار ضيق. وأيضا نرى هناك كلمتان: كلن سميك، إنجه رقيق. كلن حرفلر، يعني الأحرف السميكة، هذه الأحرف. الأحرف الرقيقة هذه الأحرف، كما رأيتم أصلا. نعم، أنا أريد منكم أن تهتموا هذه الأصوات، أن تهتموا هذا الجدول. لماذا؟ كل التوافق بين الأحرف الصوتية متعلق بهذا الجدول. سنرى بعد قليل، سنشرح بعد قليل أكثر. نستمر. الآن نرى هنا الأحرف الصوتية السميكة. نعم، أيضا يمكن أن نتكرر هذه الأصوات أو هذه الأحرف: آ، أ، أو، أو. يوجد هناك كلمات، كتبنا هناك كلمات للتطبيق فقط أصلا. نرى هنا، نبدأ بكلمة الله، أركداش، آدت. نحن نعرف الله إلهنا، أركداش، أركداش هو مقابل الصديق، آدت، آدت. كنا قلنا قبل هذا الدرس لا يوجد في الصوت الصائت الطويل، لكن نرى هناك العلامة، اسم هذه العلامة علامة التصحيح أو علامة التضويل والترقيق. انتبهوا، هذا
لماذا نضع هذه العلامة؟ يمكن أن نشرح ولو كان قليلا الآن. في هذه الكلمة وضعنا هذه العلامة لأننا لو لم نضع هنا هذه العلامة إذن سيتبدل معنى هذه الكلمة. كيف سيكون؟ مثلا الآن هذه الكلمة عادت، يعني في العربي عادة، لكن لو لم نضع هناك هذه العلامة إذا سنتلفظ بشكل عدد، يعني معناه سيكون عدد، يعني متعلق بالأرقام. إذا علينا، نحن مضطر لهذا الشيء هنا، يعني نحن علينا أن نضع، أن نستعمل هذه العلامة هنا. نعم، نحن نستمر من حرف أ. يوجد هناك كلمات نتلفظ، أنتم تتلفظون أيضا، أشك، ألك، أصلك. أشك معناه نور، ألك معتدل، أصلك صفير، مثلا صوت الصفارة، هكذا. نستمر من حرف أو. بحرف أو نرى هناك كلمات نتلفظ معا، هروس، كول، سول. هروس، كول، سول. نعم، هروس معناه ديك كما تعرفون، كول معناه ذراع، سول يسار. نعم، نحن نستمر بحرف أو. نعم، يوجد هناك كلمات نتلفظ هذه الكلمات، أفق، أفق، كوش، بوز. أفق، كوش، بوز. انتبهوا، هذه الكلمة أصلا كلمة عربية، مقابله أفق، أفق. التركي لا تقبل هذه الكلمة بهذا الشكل. لماذا؟ غير الاستثناءات، لا يوجد في آخر الكلمة حرفان ساكنان، لأجل ذلك تضع اللغة التركية بين الساكنين حرف من أحرف الصوتية. نعم، هكذا سترون كثير من الكلمات بهذا الشكل. نعم، كوش معناه الطير، بوز معناه ثلج. أصلا المعنى ليس مهم هنا، أنا أريد منكم أن تتلفظوا هذه الأحرف بشكل تام، بشكل جيد. أيضا نتكرر الآن، آ أ أو أو. نستمر الآن، نرى هنا الأحرف الصوتية الرقيقة، الأحرف الصوتية الرقيقة، يعني إنجي أونلو هارفلر. يمكن أن نتلفظ معا، أ إي أ أو، أ إي أ أو. نعم، الآن نرى الكلمات، نشرح الكلمات. نرى في البداية كلمة ملك، 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 معناه ملك، طبعا أنتم تعرفون هذه الكلمة.
دادا دادا، هذه الكلمة مقابل هذه الكلمة جد جد. نعم، يوجد كلمة بنجرة، بنجرة معناه نافذة، مقابله نافذة. نعم، يوجد هنا، نعم نستمر بحرف إي، نرى كلمة دين، ديل، إبليك، دين، ديل، إبليك. دين كما تعرفون، كما كان في العربي دين، ديل لسان أو لغة، يمكن يعني نحن نفهم من هذه الكلمة معنيين، يعني له معنيين هكذا. إبليك خيط، خيط قطني، يمكن أن يكون هذا هكذا. كما قلنا قبل قليل، أصلا هنا المعنى ليس مهم، هنا أهم شيء التلفظ، عليكم أن تتلفظوا كما قلنا بشكل جيد، خاصة هذان الحرفان مهمة جدا لكم. لماذا؟ أنتم لا تستطيعون أن تتلفظوا بشكل جيد هذين الحرفين. نعم، هذا الحرف أ أ مستدير، مستدير، وهذا أيضا مستدير. نعم، لكن هذا الحرف من أحرف الواسعة، وهذا من أحرف الضيقة. انتبهوا، شفتيكم سيكون هذا هكذا. نعم، نستمر من الكلمات، نرى كلمة سوس، göz، gök، söz، göz، gök. söz معناه قول أو كلام، göz كما تعرفون عين، gök سما. نعم، هذه أصلا نحن نكح بهذه الأحرف هكذا نفعل، أنتم تعرفون هذا، يمكن أن تتذكروا من الكحة هكذا. نعم، هذا الحرف حرف أ أ، نرى الكلمات على الكلمات يوز، جوز، أزم. يوز معناه وجه، أو يمكن أن يكون مئة مقابل عدد. جوز، كلمة جوز معناه خريف، معناه خريف، اسم الموسم، لكن كثيرا ما نحن نقول صون بهار. أزم مقابله عنب. نعم، الأحرف الصوتية الرقيقة كان هكذا، أيضا نتكرر التلفظ أ إي أ أ. نستمر درسنا. الآن نرى هنا التوافق الصوتي الكبير، التوافق الصوتي الكبير. لماذا نقول هذا التوافق الكبير؟ لأن هذا التوافق أقدم في التركي. نعم، التوافق الصوتي الصغير بعد وصولنا إلى أناضول. نعم هكذا. نعم، نرى هناك أيضا الأحرف الصوتية. نعم، ماذا يفيد هذه الإشارات؟ انتبهوا، نرى هناك الأحرف الصوتية السميكة،
هذا التوافق، هذه القاعدة تريد منا، هذا هو يعني هو هي تقول لنا هذا، الكلمة التي تبدأ بحرف الصوت السميك تستمر أيضا بحرف الصوت السميك. يعني إذا بدأت كلمتنا بالأحرف الصوتية، واحد من أحرف الصوتية السميكة، ستستمر بنفس الشكل واحد منها. إذا بدأت كلمتنا بالأحرف الصوتية الرقيقة، أيضا ستستمر بالأحرف الصوتية الرقيقة. يعني هذا التوافق ملخصا هذا. نعم، نرى هناك أن الأمثلة، نعم سنشرح الآن هذا. سورولار، انتبهوا، معناه أسئلة. سورولار، أولا نرى في الهجاء الأول صوت أو، حرف أو، هذا سميك. بعد ذلك نرى أيضا حرف أو، هذا أيضا سميك. بعد ذلك آ، نعم هذا أيضا سميك. لأجل ذلك هذه الكلمة تناسب، توافق هذا التوافق. نعم، نستمر بكلمة كولومدا. كولومدا معناه في ذراعي، ليس مهم معنى، لكن كما رأينا هنا في الهجاء الأول يوجد الصوتي السميك، بعد ذلك يوجد أيضا صوتي سميك، وفي آخر الكلمة أيضا موجود. إذا هذه الكلمة أيضا تناسب لهذه القاعدة أو التوافق. نعم، نحن الآن ننظر هذه الكلمات، هذه الكلمات إلتلاش معناه أقضية، يعني من قضاء أقضية. أولا في الهجاء الأول نرى الحرف الرقيق، نعم، بعد ذلك رقيق أيضا، بعد ذلك حرف أ أيضا رقيق. إذا هذه الكلمة أيضا تناسب هذا التوافق. نعم، نحن في كلمة جزمدة أيضا نرى نفس الشيء. أصلا انتبهوا، الكلمة تبدأ بحرف أ، هذا من أحرف الصوتية الرقيقة. هل تستمر أيضا بالرقيق؟ نعم، أيضا أو أيضا مثله. بعد ذلك هل يوجد أيضا ما بعده الرقيق؟ نعم، هو رقيق أيضا. إذا هذه الكلمة أيضا تناسب لهذه القاعدة. ملخصا يمكن أن نتكرر هذا. إذا بدأت كلمتنا بالأحرف الصوتية السميكة، بعد هذا الهجاء أيضا ستستمر بهذه الأحرف مثله. يعني إذا بدأت كلمتنا بالأحرف الرقيقة، إذا ستستمر أيضا بالأحرف الرقيقة. ملخصا هذا. نعم، نستمر. يوجد بعض الاستثناءات، أصلا أنا لا أريد أن تفكروا كثيرا الاستثناءات. مثلا في بعض الكلمات التركي نرى هذه، يعني نرى شواذ. نعم، في كلمة أنا نرى هذا الشيء. مثلا في الهجاء الأول يوجد حرف آ، هذا من السميك، هذا كان سميك. لكن في الهجاء الثاني يوجد حرف أ، هذا كان من الرقيق. إذا
هذه الكلمة لا تناسب، يعني هذا شاذ هذه الكلمة. نعم أن أصلا هذه الكلمة كان أنا، كان مناسب، لكن في يومنا هذا يستعمل بشكل أن، لكن أيضا بالرغم على ذلك يمكن أن تسمعوا كلمة أنا أيضا. نعم، في كلمة هانجي، هانجي معناه أيو، أيو نرى نفس الشيء في اللهجة الأول، يوجد حرف آ، في اللهجة الثانية يوجد حرف إي. آ كان من الأحرف الصوتية السميكة، لكن حرف إي كان من الأحرف الصوتية الرقيقة. إذا يمكن أن نقول لا يوجد في هذه الكلمة التوافق الصوتي الكبير. نعم، أصلا هذه الكلمة في التاريخ كان كانغ، كانغ يعني حينئذ كانت توافق، تناسب هذه القاعدة، لكن اليوم أصبح هكذا. نعم، نرى كلمة الماء الآن. الماء تفاحة معناه مقابله الماء. في الهجاء الأول يوجد حرف من أحرف الصوتية الرقيقة، لكن في الهجاء الثاني يوجد حرف من أحرف الصوتية السميكة. إذا هذه الكلمة أيضا شاذ، هذا من الشواذ. نعم، الماء أصلا كان يتلفظ بشكل ألما، لكن اليوم أصبح هكذا. نعم، في كلمة كاردش يوجد نفس الشيء أصلا. في الهجاء الأول يوجد حرف آ، هذا كان من الأحرف الثقيلة، وفي الهجاء الثاني يوجد حرف آ يعني من الصوائد، هذا كان من الرقيقة. إذا هذه الكلمة أيضا لا تناسب. انتبهوا، كلمة كارداش أصلا كانت كارداش. حتى الآن، حتى في يومنا هذا يستعمل هكذا بهذا الشكل في بعض المناطق. نعم، نستمر. alıntı كلمeler. نعم، alıntı كلمeler يعني الكلمات التي تأتي من لغات أخرى هكذا، مثلا من العربي ومن الفارسي ومن الإيطالي ومن الفرنسي. نعم، نرى الآن كلمة غازيتا. غازيتا معناه صحيفة أو جريدة هكذا. في الهجاء الأول يوجد حرف آ، هذا ثقيل. في الهجاء الثاني يوجد حرف آ، هذا رقيق. نعم، هذه الكلمة لا تناسب هذه القاعدة، إذا هذا من الشواذ. نمونة أيضا نرى نفس الشيء في هذه الكلمة. انتبهوا، نمونة في آخر الكلمة يوجد حرف رقيق، لكن قبل هذا يوجد ماذا؟ حرف سميك. نعم، في كلمة كتاب أيضا نرى نفس الشيء. كتاب في الهجاء الأول يوجد حرف إي، في الهجاء الثاني يوجد حرف آ. إذا يمكن أن نقول لا تناسب هذه الكلمة، يعني هذه الكلمة كانت من الشواذ. نعم، birleşik كلمeler يعني الكلمات المركبة، مثلا cumartesi مثل cumartesi. هذه الكلمة أصلا تتكون من كلمتين، cuma ve ertesi هكذا.
إذا كانت هكذا يعني كلمة مركبة، إذن يمكن أن تكون كلمتنا من الشواذ، هذا طبيعي. مثلا نرى هناك في آخر الكلمة حرف آ، صوت آ، هذا ثقيل. بعد ذلك في بداية الكلمة، في بداية أرتسي، يوجد حرف أ، يعني حرف من أحرف الصوتية الرقيقة. إذن لا تناسب هذه القاعدة. نعم. مثلا في كلمة سوتلاج نرى نفس الشيء، أصله سوتلو أش، يعني الأكل باللبن، معناه هذا أصلا. انتبهوا، في آخر الكلمة يوجد حرف رقيق، في الكلمة الثانية يوجد في بداية الكلمة حرف ثقيل، إذن هذه الكلمة أيضا لا تناسب. نعم، لكن مع هذا علينا أن نقول هذا، مثلا في بعض الكلمات التي تأتي من لغات أخرى أو في بعض الكلمات المركبة يمكن أن نرى هذه القاعدة. يعني مثلا في كلمة الله، في كلمة الله نرى هناك صوتيان كلاهما نفس الصوت وثقيل، لكن في الكلمات على جانب لا تبحث هذه القاعدة، يعني لا نقول، لا نتحدث عن هذه القاعدة. يعني متى نتكلم عن هذه القاعدة؟ في الكلمات التركي. نعم، نستمر من الاستثناءات من الشواذ، بعض التركي أكلر. نعم، مثلا لاحقة يور، لاحقة كان، لاحقة لين ومثل ذلك تكون من الشواذ. نعم، مثلا نرى في كلمة يوريور معناه يمشي، يرمك فعلنا، بعد ذلك نضيف هنا لاحقة يور. لاحقة يور ثابتة، لا يوجد لها شكل آخر، لأجل ذلك لا تناسب هذه القاعدة. مثلا يوريور رقيق في اللهجة الأول، رقيق في اللهجة الثانية أيضا رقيق. بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يوجد حرف أو، لا تناسب لأجله. نعم، لكن مثلا في بعض الأفعال، مثلا buluyor، في كلمة buluyor يعني يجد، إذا تناسب هناك، يعني يمكن أن نرى مثل هذا. انتبهوا هذا. نعم، كلمة çocuk كان، لاحقة كان معناه أنتم، مثلا عندما، مقابله عندما، مثلا çocuk كان معناه عندما كنت في صغارا، يعني بن çocuk كان، عندما كنت صغارا، صغار. أو مثلا سن çocuk كان، عندما كنت صغار، هكذا. مثلا انتبهوا، نرى هناك أيضا نفس الشيء في الهجاء الأول أو، نعم، بعد ذلك أو أيضا، تمام، لكن بعد ذلك يأتي حرف أ. نعم، هذا لا يكون، يعني هذا بهذا الشكل بسبب هذا الحرف يكون من الشواذ. نعم، بسبب هذه اللاحقة تكون هذه الكلمة من الشواذ. نعم، أكشم لين، في كلمة أكشم لين نرى نفس الشيء، لين أصلا يفيد الوقت،
يعني أكشم أيضا وقت اسم الوقت، بعد ذلك نحن نستعمل بهذا الشكل. هذه اللاحقة ثابتة أيضا، لا يوجد لها شكل آخر، لأجل ذلك نحن لا نرى التوافق أحيانا. مثلا كما كان في هذا المثال، أكشام لين بعد حرف آ، يعني بعد السميك يوجد حرف آ. هل يمكن هذا؟ لا، لا يمكن. أصلا يمكن لكن لا تناسب هذه القاعدة. نعم، نستمر. küçük ünlü uyumu التوافق الصوتي الصغير. نعم، نرى هناك الأحرف أيضا يمكن أن نتلفظ آ آ أ إي. هذه الأحرف يعني كلها، انتبهوا، كلها من الأحرف الصوتية المستقيمة. نعم، يمكن يعني أن نتذكر من جدولنا، كلها من الأحرف الصوتية المستقيمة، وكلها أيضا من الأحرف الصوتية المستقيمة. إذا بدأت الهجاء الأول، واحد من هذه الأحرف ستستمر أيضا، واحد من هذه الأحرف. فلنرى على أمثلة، هي مثلا في كلمة إيتمدان، يعني من الدراسة معناه إيتمدان، في أول الهجاء يوجد حرف أ، هذا نعم هنا، بعد ذلك إي. نعم يمكن هذا. بعد إي يأتي إي أيضا. نعم إي إي. نعم يمكن هذا أيضا. بعد حرف إي يأتي هنا أ، هل يمكن هذا؟ نعم، فلنرى. إي أ، نعم. إذن هذه الكلمة مناسبة لهذا التوافق الصوتي الصغير. نعم، في كلمة كتابلك، هي فلنرى هذه الكلمة. أولا نرى في الهجاء الأول صوت إي، نعم إي، بعد ذلك آ. نعم، هل يمكن هذا؟ نعم يمكن. بعد آ هل يمكن أن يأتي أ؟ نعم، بعد آ هل يمكن أ؟ نعم. إذن يمكن أن نقول هذه الكلمة أيضا مناسبة لهذا التوافق. نعم، الآن نرى هناك أيضا أحرف، انتبهوا، مثلا أو أ أو أ. لو بدأت كلمتنا واحد من هذه الأحرف، إذن ستستمر واحد من هذه الأحرف. نعم، مثلا يولجولوك، كلمة يولجولوك، انتبهوا، يبدأ كلمتنا معناه سفر أو رحلة. مثلا يولجولوك تبدأ بصوت أو، يعني لا، يوجد في الهجاء الأول حرف من الأحرف الصوتية المستديرة. هل يمكن بعدها
أو نعم نرى هنا، هل يمكن بعد أو حرف أو؟ نعم هذا يمكن. نعم هل يمكن بعد أو حرف أو أيضا؟ نرى هنا أو أو. نعم إذن هذه الكلمة، انتبهوا، هذه الكلمة تناسب هذه القاعدة. في كلمة gözümde يعني معناه في عيني، هل تناسب هذه الكلمة لهذه القاعدة؟ فلنرى، في أول الهجاء يوجد حرف أ، انتبهوا. بعد ذلك هل يمكن صوت أ، حرف أ؟ نعم يمكن. هل بعد أ، هل بعد أ هل يمكن صوت أ؟ انتبهوا هذا، انتبهوا. بعد أ نعم يمكن صوت أ. يا إخوة، أنا أريد أن تنتبهوا هنا. مثلا نحن نرى هنا صوت أو و أ، صوت أو و أ، لكن لا نرى هنا صوت أو و أ. لماذا؟ لأن كما تعلمنا أصلا هذان الحرفان لا يأتيان في الهجاء الثاني والثالث، يعني لا يكونان إلا في الهجاء الأول، انتبهوا هذا. لكن يوجد استثناء في لاحقة الحال. نعم نستمر بكلمة çocuklarım. çocuklarım. أولا في الهجاء الأول يوجد حرف أو، نعم نرى هنا. بعد ذلك حرف أو يوجد، هل يمكن هذا؟ نعم يمكن. بعد ذلك هل يمكن حرف آ؟ نرى الآن حرف آ بعد أو، أو هنا، هل يمكن ما بعد آ؟ نعم يمكن. نعم بعد آ، انتبهوا هنا يا أصدقاء، بعد آ هل يمكن حرف أ؟ لا نرى هنا، انتبهوا، لكن بعد آ، بعد آ هل يمكن حرف أ؟ نعم يمكن. إذن هذه الكلمة أيضا تناسب. نعم يا أصدقاء، لماذا نهتم هذه القواعد؟ لماذا مهمة هذه القواعد؟ لأننا نضيف اللواحق إلى الكلمة بهذه القواعد. يعني اللواحق تأتي بحسب ماذا؟ نعم ستأتي، يعني سنضيف كلمتنا اللواحق بهذه القاعدة، قواعد. لأجل ذلك هذا مهم جدا جدا. يعني مثلا نفكر لاحقة يور، يعني لاحقة الحال. بعد ذلك لماذا يأتي دائما صوت أو؟ لماذا يأتي دائما صوت أو؟ لأن مثلا هنا نحن شرحنا بعد أو يمكن أو، صح؟ نعم بعد أو يمكن أو. لأجل ذلك طبعا نحن سنفكر أيضا التوافق الصوتي الكبير، يعني إذا أضفنا لاحقتنا نحن سنهتم هذه القواعد معا، انتبهوا. يعني مثلا بعد يور لماذا لا نضيف هناك حرف أ؟ مثلا لماذا لا نقول geliyorum؟ لأجل هذه القاعدة، هذا الصوت أصلا من الثقيل، لكن لا تناسب هذه القاعدة. إذن
إذن نحن نفكر هذه القواعد معا، لكن متى؟ إذا أضفنا اللواحق، إذن سنتذكر هذه القواعد. نستمر. نعم، استثناءات شواذ يمكن أن نتكلم ولو كان قليلا. مثلا في بعض الكلمات التركية مثل كلمة أبوش، تشامور، يامور. مثلا أبوش كف اليد، مثلا بعد حرف آ، بعد حرف آ، هل يمكن حرف أو؟ مثلا بعد حرف آ، هل يمكن أو؟ لا يمكن. إذن هذا من الشواذ. تشامور طين معناه. نعم، أيضا نرى نفس الشيء. أصلا يامر نرى نفس الشيء، بعد آه هل يمكن أو؟ لا. نعم، نستمر. في بعض الكلمات الأجانب، يعني في بعض الكلمات التي تأتي من لغات أخرى، أكتر ممثل مثلا، هل يمكن بعد آه حرف أ؟ لا يمكن. نعم، مثلا الكول مهم، الكول الكحول أنتم تعرفون هذا، مهم أيضا أنتم تعرفون. مثلا بعد حرف أ، هل يمكن حرف إي؟ مثلا بعد حرف أ، هل يوجد هنا إي؟ لا يوجد. إذن هذا من الشواذ. مثلا ميوزيك نرى نفس الشيء كما كان في كلمة مهم أصلا. نعم، في بعض الكلمات، في بعض اللواحق أيضا تجعلنا الكلمة من الشواذ، يعني تكون من الشواذ. مثلا يوجد لواحق، لكن أنا اخترت واحد منها. مثلا أيضا نرى هناك لاحقة يور، يعني لاحقة الحال. مثلا في كلمة إريور معناه يذوب، ليس مهم هذا. نهتم هنا، يوجد هناك ماذا؟ حرف أ، حرف أ، هل يمكن ما بعده إي؟ نعم، حرف أ، نعم يمكن ما بعده إي. نعم، بعد حرف إي هل يمكن حرف أو؟ بعد حرف إي هل يمكن أو؟ لا يوجد هنا. إذن لا يمكن. يمكن أن نقول هذه الكلمة أو بسبب هذه اللاحقة لا تناسب هذه الكلمة إلى هذه القاعدة. نعم، في نهاية الدرس يمكن أنا أريد أن أتحدث ولو كان قليلا من الأحرف الصوتية الواسعة والضيقة. مثلا أولا نرى هناك الصوتية، يعني الأحرف الصوتية الضيقة، مثلا أ إي أو أ. انتبهوا، بعد ذلك في درسنا، بعد ذلك في درسنا إذا أردنا أن نقصد الصوتية الضيقة، إذن نحن سنستعمل هذا الشكل. يعني إذا كتبت لكم هذا الشكل، أنتم ستفهمون من هذا الشكل، يعني من هذا الحرف أصلا، آسف، من هذا الحرف، حرف أ، حرف إي، حرف أو، حرف أ. يعني معناه إذا كتبت لكم هذا ستفهمون منها يعني مقابله أربعة أحرف، يعني يوجد أربعة شكل. نحن سنكتب هكذا، أنا أشرح لكم من الآن هذا. يعني يعني هذا الشكل سيرمز هذه الأصوات الضيقة. نعم، geniş ünlüler الأحرف الصوتية الواسعة
O E A E. نعم، في لواحقنا كما رأينا غير لاحقة الحال لن نرى هذه الأصوات. نحن نتحدث عن اللواحق، انتبهوا، لن نرى هذه الأصوات غير الحال. إذن نرى A و E في لواحقنا. نحن إذا كتبنا حرف A الكبير، إذن أنتم ستفهمون A و E، يعني يمكن التبدل. نعم، يمكن أن نشرح بعد ذلك. أصلا في الملاحظة الأولى نحن كتبنا هناك لا، يعني لا يكون حرف O و E، لا يكون، يعني لا يكون هذان الحرفان إلا في الهجاء الأول. يعني نحن سنرى هذه الأصوات دائما في اللواحق E, U, U, A, E. لن نرى هذه الأصوات. لماذا؟ لأجل هذه القاعدة، يعني صوت O و E لا يكون إلا في الهجاء الأول. نعم، في الملاحظة الثانية نحن تحدثنا، نحن قلنا هذا eklerden bahsederken dar ünlüler I, geniş ünlüler büyük A şeklinde gösterilecektir. İntebihu, dar ünlüler büyük I, geniş ünlüler büyük A şeklinde gösterilecektir. Yani عندما كنا تحدثنا عن اللواحق، لو أقصد الأحرف الصوتية الضيقة، أنا سأكتب هذا، أنتم ستفهمون منها من هذا الحرف، يعني أ الكبير، هذه الأحرف كلها، يعني أربع أحرف. إذا كتبت لكم بهذا الشكل أنتم ستفهمون منها أ و أ. نعم، أنهينا درسنا الآن. أنا أشكركم على صبركم، على أمل أن نلتقي في فيديو آخر. السلام عليكم.